انطلقت الدورة التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر للتدريب على حرف الخياطة والسباكة والكهرباء، وذلك للمرحلة الرابعة ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جاءت البحر الأحمر ضمن المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدة تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الجمهورية. حرصت مديرية القوى العاملة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين. دورة الحياكة والخياطة تعمل من 8 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة شهر كامل. أما السباكة فيبدأ العمل بها من 1 ظهرا حتى 6 مساء لمدة 15 يوما، تليها دورة الكهرباء في 15 يوما الباقية. تحت رعاية معالي السيد رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة ومهنتك مستقبلك، الوحدة التدريب المتنقلة التي تشمل 3 مهن، مهنة الخياطة ومهنة السباكة ومهنة الكهرباء، وتم وصولها إلى مدينة الغردقة شارع المصالح أمام مكتب العمل يوم 6/1، وتم الإعلان عن الدورات عن طريق بوابة الإلكترونية المحافظة وصفحة مديرية القوى العاملة، وتم الحضور المتدربين والتقديم للدورة واستقبالهم في نفس اللحظة. فاللي بيحضر بيجيب صورة البطاقة مع صورة المؤهل ويتم تسجيله لحظيا، وبالفعل تم استقبال عدد حتى تاريخه 60 متدرب لمهنة الخياطة. أما مهنة السباكة والكهرباء مدتها 15 يوم، وبعد نهاية كل دورة فيتم تقييم المتدربين ومنح المتدربين جوائز خياطة، فيتم منح المركز الأول والثاني مكنة خياطة، ويتم منح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيدهم في العمل وفتح مشاريع خاصة لهم. وقد تم التواصل مع إدارة الصندوق الاجتماعي للحضور لإلقاء محاضرات لمنح المتدرب نهايته إزاي ياخد قرض ليساعد نفسه يفتح مشروع صغير. بعد انتهاء الدورات في مدينة الغردقة سوف يتم التنقل بين مدن المحافظة. العدد المستهدف 10 أفراد في كل دورة. طبعا عشان أعلمه الخياطة في عندي أساسيات لازم بيجيني، أنا بعتبره إن هو جاي أول مرة من غير ما يعرف أي حاجة عن المعدة. يبقى الأول حاجة بعلمه إزاي السلامة والصحة المهنية، الشرط الأولاني. بعد كده إزاي أعلمه الخامات اللي أنا أستخدمها في مجال الملابس الجاهزة، الخامات بأنواعها. بعد كده أقول له المعدات اللي هي هيستخدمها في الخياطة بتاعتي، سواء كانت معدات مساعدة، الإبرة، المسطرة، المزورة، أعلمه كل حاجة بحيث يقدر يستخدم المعدة دي بطريقة آمنة. بعد ما بعلمه إزاي يستخدم المكنة لازم أعرفه إزاي ياخد الفنيات بتاع الباترون. يبقى أنا لازم الباترون اللي هو اللي هيقص عليه القماش اللي يطلع بعد كده منتج إيه كام، وإزاي أعرفه إزاي الباترون مكوناته إزاي وياخد المقاسات بطريقة سليمة إزاي، لأن دي أساسيات اللي هي مهنة الملابس الجاهزة. لازم يكون في أساسيات أخذ المقاسات بحيث ياخد المقاسات يطبق الباترون. بعد كده باخد الباترون المفروض بعمله على القماش وابتدي اقص القماش. بعد كده بوصل لمرحله اللي هو يديني منتج نافع. المده الزمنيه حضرتك اللي هي محطوطه البرنامج الزمني هي بالنسبه للملابس الجاهزه محطوطه لمده شهر 30 يوم، بحيث المتدرب ياخد من اول الالف للياء. طبعا هو المفروض هو بينمي قدراته بعد كده، يعني الشهر ده بيعلمه ان هو ازاي فعلا يتاهل ان هو يقدر يتعامل مع المكنه، وازاي ان هو يعمل باترون. بعد كده هو بقى يطور من نفسه ان هو يقدر يعمل ابداع والتصميمات ويبتكر انواع مختلفه في التصميمات. شيماء عبد البسط، اخترت الدوره دي عن طريق الموقع بتاع قوى العامله، دخلت وعرفت التفاصيل وجيت سجلت والحمد لله اشتركت في الدوره. عندي فكره بس ما مارستش. ايه طليح، موقع القوى العامله على الفيسبوك. والله انا لسه مبتدئه بصراحه، بس حابه يعني ان انا ادخل في المجال واشوف الطريقه ان شاء الله. بتفكري انك تفتحي مشروع باذن الله؟ ايمان علي، لا على الفيسبوك على الموقع بتاع القوى العامله، وجيت سجلت وفعلا الحمد لله يعني اخذوني في الاول 10 الاوائل في الدوره التدريبيه. فاوراق صوره البطاقه والمؤهل لا خالص مجاني. حابة تكملي في المهنة دي؟ طبعا ان شاء الله. بتفكر انك تفتح مشروع؟ جدا. إيميل إدوارد، البحر الأحمر، طيبة.